ماذا تعني لك عشر ذي الحجة الأوائل؟ إنها عشر الخير التي منحها الله مزيدا من بركاته وأقسم بها في كتابه. وليال عشر هي دوحة من الأعمال الصالحة والفضائل. تعرف أكثر على أفضل أيام السنة كلها وما فيها من أنواع الطاعات، لا سيما يوم عرفة ويوم عيد الأضحى. أنا أعمال تقرب بها إلى الله، يستحي الإنسان أن يقدم على الله ويديه صفرا، وأعظم ما يمكن أن يؤتى أداء الفرائض على أكمل وجه. الصلاة الصلاة أعظم ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، صلاة العشاء والفجر في جماعة، صلاة العصر من صلى الوردين دخل الجنة، النافلة التي قبل صلاة الظهر، الصيام لمن قدر عليه، الإكثار من قراءة القرآن. إن الله جل وعلا يحب من عباده أن يكثروا من تلاوة كتابه، وقد تعبد الله جل وعلا الأمة بتلاوة هذا القرآن وتدبره، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ليكن قريبا من يدك أحاديث، كتب أحاديث ولو مختصرة، تقرأ فيها شيئا من سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، تدلك على رشاد وتهديئك إلى سواء السبيل. فليكن لك صحبة صالحة وخلطة محببة، لا حرج أن تأخذ معهم شيئا من الأحاديث التي تسمر بها، تريد بها أن تهذب نفسك وتحسن قولك وتضفي لنفسك معرفة لا تعرفها. لكن إذا جمعت هذه الخصال، انأ بنفسك عن المواطن التي يعصى الله جل وعلا فيها، غض بصرك عما حرم الله، لا تفرح بالمعصية، لا تجهد نفسك في أن تذهب إلى مواطن يغلب على ظنك أن الله جل وعلا يعصى فيها. وختام ذلك، عظم ما عظمه الله، عظم ما عظمه الله. ولهذا لما قال بعض المتنبي وغيره يذكرون جهنم ويربطونها بالعز، ويقولون لا نريد الخلود في الجنان إذا كان بالذل، هذا من الجهل بالدين، لأن تحقير جهنم تحقير لما عظمه الله، والله قال عنها إن عذابها كان غراما. فالمقصود من هذا كله، كل ما عظمه الله عظمه. فبرك لوالديك من تعظيمك لله، تعظيمك لشعائر الله من تعظيمك لله. هذا ما يمكن إجماله في كلمات معدودات يسيرات. والمهم أين يكون قلبك. المهم زود، ولتعيش فرحة العيد في يوم الحج الأكبر، عوض غيابك عن الحج، لا تكن بعيدا عن الأجواء.